بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل شرح للسنيل كلينيكال اناتومي باي ريجونز التينز اديشن لورانسي وينسكي. هنبدأ نشرح الاشياء دي, والبيج اللي بنشرح فيها دي بيج 198 في الكتاب اللي هو التين اديشن الطبعة العاشرة بيج 198. طيب نبدأ بالكلينيكال نوتس. كلينيكال نوتس, الكلينيكال نوتس ايش يعني؟ كلينيكال نوتس سجل طبي, اشياء طبية, هنتكلم عن بعض الاشياء الطبية. طيب قال ثوراسيك جيج ديستورشن, يعني ايش ثوراسيك جيج ديستورشن؟ ثوراسيك جيج ديستورشن معناها تشوه الغفص الصدري. كلمة جيج معناها غفص, وكلمة ثوراسيك معناها صدري, كلمة distortion معناها تشوه, تشوه القفص الصدري. The shape of the thorax can be distorted, يعني الصدر ممكن يتشوه by congenital anomalies. congenital اللي هي شيء مولد به وعيوب ولادي ولد بها الطفل في الفرتيبرا اللي كنا congenital anomalies دي تكون في الفرتيبرا الكلى العمود الفقري, or by the ribs, أو تشوهات في الريبس اللي هي الريبس الضلوع. destructive disease of the vertebral column, أشياء تعمل destructive اللي هي تعمل بيكون فيها destruction للvertebral column العمود الفقري. ذات produce lateral flexion اللي هو بيحدي lateral flexion يعني انحناء جانبي للخارج lateral flexion, or scoliosis يعني مثلا يكون في تشوه في العمود الفقري بانه يكون مثلا في ميلان فيه الى الخارج, او scoliosis. السكوليوزيس اللي هو اسم كلمة السكوليوزيس معناها الحنف او التواء العمود الفقري, هو السكوليوزيس بيكون في التواء في العمود الفقري في الاسكوليوزيس. result in marked distortion of the thoracic cage, فبكون شكل الصدر غريب ما هو مشوه, يعني تخيل شكل الانسان يكون عنده انحناء الى الجانب, انحناء العمود الفقري الى الجانب اللي هو الاسكوليوزيس, فده يؤدي الى تشوه العمود الفقري. طيب traumatic injury to the thorax, يعني ايه تروماتيك انجري؟ انه يحصل تروما حادث او جرح مثلا to the thorax is common. تروماتيك انجري common للثورax, common يعني كثير بتحصل, especially as result of automobile accident, خاصة في حوادث السيارات. sternum fracture, sternum fracture, fracture يعني كسر, sternum اللي هو عظمة القص اللي تكون في منتصف القفص الصدري. sternum fracture كسر عظمة القص. the sternum is a resilient structure, resilient يعني مرن, هو structure أو مكون مرن, that is held in position by relatively malleable costal cartilage, هو جسم مرن بيكون ممسوك في مكانه, held in position by relatively malleable costal cartilage, بتكون الكوستال كارتليج او اول بيكون ممسوك في مكانه بغضروف ضلعي مرن. كوستال كارتليج معناها الكارتليج معناها غضروف, والكوستال من معناها الضلوع, ضلع غضروف ضلعي مرن. and bendable ribs, bendable يعني تستطيع الانسناء, طلوع تستطيع الانسناء. for this reason, لهذا السبب fracture of the sternum is not common, كسرة عظمة القص مش كثيرة, يعني ممسك كويس وهو مرن, عظمة مرنة وكمان محاط بضلوع بتقدر تنتني, وعنده قصة غضاريف ضلعية مرنة ولا يبو الكوستال كارتريج, عشان كده الكسر في الاسترنم مش كمون مش كتير.
Remember that the heart lie posterior to the sternum. وراء الاسترنم ايش في عظمة الغص؟ posterior يعني خلف القلب، يوجد خلف الاسترنم. And may be severely contused by the sternum on impact. ممكن القلب ده يكون severely contused، يعني ممكن يتأذى أذية شديدة لو الاسترنم ده كان حصل فيه شيء. rib contusion معناها كدمة في الضلع. fracture of the rib are common، كثير انه تكسر الريبس. are common chest injuries، اكثر حاجة في الحوادث والضربات والجروح بتاعت الصدر ان يحصل تكسر في الضلع. in children the ribs are highly elastic، في الاطفال بتكون مرنة جدا. and fracture in this age group، الكسر في الاعمار دي are they for rare، يعني كسور الضلوع في الاطفال بيكون نادرا، rare نادر، بسبب انها ايه، هي عظام وبتكون elastic، highly elastic، بتكون فيها مرونة شديدة. unfortunately the labellable chest wall in the young can easily be compressed by the rib cage by the rib cage so that the underlying lung and heart may be injured. العظام اللي كلمة بلايبل كمان هي معناها تأتي معنى المرونة، المرونة اللي موجودة في الضلوع بالنسبة للصدر بتاع الأطفال في اليانج في الصغار، ممكن easily compressed بسهولة تنضغط. So that the underlying lung، الرئة اللي قاعدة تحت الضلوع دي، والheart can be injured or may be injured، ممكن يتأذوا أو يتجرحوا. injury جراحة. With increasing age، مع زيادة العمر، the rib cage become more rigid. مع زيادة العمر الغفص الصدري أو الضلوع في الغفص الصدري دي تبقى rigid، تبقى صلبة. owing to the deposit of calcium، بسبب ترسب الكالسيوم in the costal cartilage، يترسب في الغضاريف الضلعية الكالسيوم. and the ribs become more brittle، الريبس الضلوع تبقى هشة أكتر. the ribs then tend to break، ومع تقدم العمر الضلوع ممكن تتكسر لأنها brittle، بقت هشة. at the weakest، their weakest part their angles، يعني بيتكسر وين؟ في أكتر حتة مكان في الضلوع اللي هو بكون هش، اللي هو في الانجلز في الزوايا حقتها، زير انجلز، انجلز اللي هو زاوية. the rib prone to fracture are those that are exposed or relatively fixed ribs. الريبس البرون اللي هي يحصل لها اللي بتكون معرضة أكتر، برون يعني معرض، prone to fracture معرضة للكسر، are those that are exposed معرضة or relatively fixed، يعني تكون هي معرضة أو ثابتة، اللي هي زي إيش؟ ribs 5 through 10، من 5 to 10 are the most commonly fractured ribs، أكثر واحدة تتكسر الضلوع من 5 to 10. the clavicle and pectoral muscles protect the first 4 ribs. الclavicle عظمة الترقوة والpectoral muscle بتحمي الضلوع الأربعة الأولى anteriorly من الأمام. and the scapula and it is associated muscle do so posteriorly، وبتحمي العضلات من الخلف. the 11 and 12 ribs float and move with the force of impact. ال 11 وال 12 الضلع 11 وال 12 بتكون بتتحرك مع الفورس بتاعت الامباكت لانها هي floating rib فما تتأذى. because the rib is sandwich between، عمل زي الساندويتش موجودة بين السكن، من الجلد externally من الخارج الجلد، and the delicate بلورة internally، والبلورة بتاكلها من جوا. not surprisingly، مش شيء مفاجئ، the jagged ends of fracture rib، اللي هي كلمة jagged اللي هي المسننة end of fracture rib، الضلع لما يتكسر بيكون طرفه مسنن، فكلمة jacked
end of fractured ribs اللي هي الأطراف المسننة من الضلع المكسور. May penetrate the lung ممكن تسقب penetrate يعني يسقب the lung and present as pneumothorax ممكن تكون لو هي استغبت الرئة إيش اللي بيحصل؟ pneumothorax يعني إيش pneumothorax؟ هواء في الرئة في المنطقة بتاعت البلورة دي يكون في هواء بين في البلورة اللي هو اسمه نيوموثوراكس وده مرض خطير لأنه بيمنع الرئة إنها تتمدد في الريسبيريشن وممكن يكون خطير جدا سيفير لوكالايز بين لو طيب زي ما قلنا النيوموثوراكس ده وجود الهواء في البلورة ممكن أحيانا يدي إنه يحصل يضغط على الأشياء مهمة ممكن يؤدي للضغط على القلب ممكن يكون خطير جدا يؤدي إلى الوفاة في حالات يسمى tension pneumothorax ما يكون مرة شديد severe localized pain is usually the most important symptoms of fractured rib أكثر علامة في كسرة الدروع بتاعت الصدر إنه يكون في ألم شديد severe يعني شديد جدا localized يعني تقدر تأشر عليه في موضع معين the most important أكثر واحد مهم symptoms لما أقول كلمة symptoms معناها أعراض الأعراض اللي بيقولها المريض لما نقول كلمة sign العلامات اللي بنشوفها الدكتور فالsymptoms بتعطي إنه يكون في severe pain fracture rib the intercostal nerve above and below the rib العضلات اللي هي بين الأعصاب اللي بتكون بين الضلوع above and below the rib فوق تحت الرب innervate the periosteum of each rib بتغذي البريوستيوم بتاع كل رب to encourage the patient to breathe adequately عشان نخلي المريض يتنفس بسهولة performing an intercostal nerve block may be necessary to relieve the pain ممكن الواحد يعمل block يعني يكفي العصب الموجود هنا performing an intercostal اللي هو بين الضلوع الأعصاب الموجودة بين الضلوع نعملها block نقفلها maybe necessary to relieve the pain عشان تشيل الألم ويخلي المريض يتنفس normally طيب اوكي حاجة اسمعي عندنا دي واحدة منهم flail chest flail chest يعني ايش flail chest اللي هي زي بيكون في انه يحصل انه يحصل كسر مثلا الضلوع اتكسرت من الناحيتين بقت ما ممسوكة مع بعضها فيخلي الضلوع مكسرة ومفكوكة لوحدها فلو تنفس الواحدة تطلع لفوق ولو مع الانسبيريشن تنزل مع الاكسبيريشن تطلع